ويا صباح الخير ويا صباح السعادة ويا صباح النور وسرور أكيد لكل من ثبت الموج على الشبيبة وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئيات الشبيبة. دائما أقولكم استانس لما يكون أحد معي داخل الاستوديو، يعني بصراحة الشعور استثنائي دائما يكون، على الأقل أحد يسولف معي ياخذ ويدردش ونتعلم أيضا ونستفيد بعض المعلومات ونتعرف أيضا على المستجدات. اليوم راح نتكلم عن برنامج تدريب نجم وتفاصيل أقرب إن شاء الله أكيد مع ضيفتنا لهذا اليوم إيناس بنت محمد الفرعية، متدربة في برنامج نجم. بداية نصبح عليش بالخير والنور. يا هلا وصباح النور فيش. كيف الحال والأخبار يا إيناس؟ شخبارش؟ الحمد لله طيبة. كيفش؟ الحمد لله. صوتش كأنه شوي بعيد، لو تقربين شوي المايك على أساس الصوت يكون واضح. أيوة ممتاز. طيب إيناس خلينا نتكلم عن برنامج نجم وفكرة هذا البرنامج. هذا برنامج يعني سياحي يدعم السياحة، فنحن مجموعة من متدربين من مختلف المحافظات مختلف التخصصات، نشتغل على مشاريع وعلى يعني تدعم السياحة وتساعد في تنمية وتطوير السياحة. جميل التركيز على مجال السياحة في عمان أمانة، يعني حتى اليوم إيناس كنت أسولف عن يعني عمان ما شاء الله جميلة من شمالها إلى جنوبها والفترة الجاية إن شاء الله وصار يعني من شمال للجنوب عمان تتميز بكل محافظة يتميز بالضبط. فيها شيء معين بالضبط. طيب إيش التفاصيل اللي تختص ببرنامج نجم؟ يعني هو أساسا أنا أحس عنوانه نجم في نجومية. أكيد، لأنه يعني نحن من بداية التدريب ونحن ندخل في كل من كل شهر ندخل في مجال معين. دخلنا في مجال التسويق، دخلنا في مجال الشيف والسيرفز، دخلنا في مجال الإيفنت مانجمنت اللي هي تنظيم الفعاليات، يعني كثير من المجالات دخلنا فيها وفي المحاسبة والمالية. جميل جميل، يعني مش فقط مختص على مجال واحد ولكن متعدد المجالات. أيوة يعني أنا أتوقع أن الواحد يطلع من هالبرنامج الخاص راح يطلع وهو أساسا يعني عند الكفاءة الكافية وأيضا مع الخبرة بالضبط في المجالات المختلفة. طيب البرنامج تدريب أنت قلتي يعني يختص بمجال السياحة، يعني لو نتكلم على أساس أن الصورة تكون واضحة بالنسبة للجميع. أيوة. يعني من أي ناحية ممكن أن هذا البرنامج يخدم السياحة العمانية؟ يعني من ضمن البرنامج ان نحن يعني نشتغل as a tour guide، يعني بالعربي نسيت بالعربي اللي هو مرشد سياحي. أيوة. فسوينا يعني حلو. زيارات سياحية في أغلب الأماكن السياحية في عمان، وهذا عشان يعني يكون عندنا خلفية عن السياحة في عمان عن الأماكن السياحية وكذا. جميل. طيب على أهداف هذا البرنامج اليوم نتكلم عنه إيناس، برنامج نجم، يا ترى إيش هي أبرز الأهداف الخاصة فيه؟ إن هي نفس ما قلت لك من البداية، نطور السياحة في عمان، وهذا يعني سبب كبير يعني يخلي النجاح فيه كبير بسبب السياحة. يعني محتاجين نشتغل على السياحة، مثل ما قلت لك نحن عندنا في عمان السياحة متنوعة بكثير، محتاجين نستغل هذه الأماكن. على فكرة على طاري السياحة في عمان الواحد لو يركز إنه ولو حتى يعني بغنى يعني يركز على كل المحافظات وعلى كل الولايات بياخذ فترة طويلة جدا. لا هذا عشان كذا أنا قلت لك نحن برنامج نجم جينا من مختلف المحافظات. يعني من كل محافظة في عدد كبير من المتدربين. حلو. فلكل متدرب من هذه المحافظة يشتغل على محافظته. جميل، يعني شوفي انتوا سويتوا نفس اللي هو مبدا انه يعني كل واحد يعرف منطقته. ايوه بالضبط بالضبط كذا. كل واحد يعرف بلاده ويعرف نقاط القوه ونقاط الضعف اللي تكون موجوده فيه. يعني انا ما اعرف ليش دائما لما يعني نيب طاري سياحه في عمان احس دائما في انظاري على نزوه، ما اعرف ليش. لان ما شاء الله يعني اهل نزوه شغالين في هذا الموضوع ما شاء الله. فعلا. ايوه فعلا، دائما يعني خطوة كبيرة أمانة خطوها. طيب نتكلم أيضا عن برنامج نجم مرة ثانية ونرجع له، راح تكون أيضا معاكم وقفة وأيضا مشاركة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، نتكلم عن وجودكم هناك إن شاء الله. بالضبط، نحن من بداية البرنامج يعني كنا ندرس مادة في اسمها تنظيم الفعاليات. هذا آخر شهر لي من التدريب. أيوة. يعني تخرج من هذه المادة أو من هذا التدريب أن نحن نقيم فعالية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. يعني الفعالية كان مفتوح لنا المجال في أي مجال نحتاج هذه الفعالية. جميل.
اخترنا وفقا يعني اخترنا يعني نوع الفعالية وفقا للمعارض المشاركة ووفقا ايش نحن محتاجين وايش محتاجين نركز عليه اكثر شيء هذه الفترة. جميل. وايضا اختياركم للمكان كذلك ممتاز يعني. بالضبط. مركز اعمال المؤتمرات والمعارض غني بالتعريف خصوصا فعلا. يمكن يعني الفترة الاخيرة اللي استضاف ايضا معرض كوميكس واللي امانة انتشر كثير في الاخبار ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن خلال الخبر اللي موجود أمامي يعني ذكر أنه اختيار فعالية في مجال الأطعمة اللي يخلي الواحد يكون موجود وحاضر ويحضر الفعالية الضروري أنه يكون أيوة موجود بالضبط. عشان كذا يعني أنا قلت دائما محتاجين يعني نركز في اختيارنا للفعالية وإيش محتاجين هذه الفترة. أيوة. يعني مجال الأطعمة والمشروبات أكثر مجال يعني فيه دعم كبير من الشباب يعني بشكل عام. فكان المعارض المشاركة في هذا الوقت بعيد عن الهوسبيتاليتي الضيافة وكذا. أيوة. فقلنا انهم محتاجين يعني في مجال ان يدعم هذه المعارض اللي هو في مجال المطاعم والمشروبات. يعني مثل ما تشوفي نفسك لما تروح تزوري مكان تحتاجي يعني دوري كوفي مطعم اي شيء. صح. فعلى هذا المبدا نحن اخترنا هذه الفعاليه في مجال الاطعمه والمشروبات. يعني على فكره انا حتى اول ما اروح مركز عمان يصير اروح ادور كذا يعني وين الاكل يعني ما اعرف لان كثر ما اروح هناك دائما يكون في يعني ايفنتات وكذا غيره فدائما اتذكر اللي هو تبع الكشت الشيبس والاكل والموجود هناك. بالضبط. فخلاص كل ما اروح احس ان اروح فتره صباحيه يكون ما موجود في شيء ناقص في شيء ما موجود ما مكتمل يومي من دون الاكل. بالضبط. طيب نتكلم عن الفتره يعني الزمنيه اللي راح تكون لهذه الفعاليه فعاليه في مجال الاطعمه. بتكون ان شاء الله بكره من الساعه 10 الصباح الى 7 المساء. يعني اللي يتميز في هذه الفعالية اخترنا مشاركين يعني تم فرزهم من بعد عدد كبير يعني تم اختيارهم وفقا للمنتجات اللي قدموها مختلفة عن المطاعم والمقاهي المشابهة لهم وهكذا. جميل. يعني راح يكون فقط ليوم الأربعاء صح؟ ليوم الأربعاء من 10 الصباح إلى 7 المساء. إلى 7 المساء والدعوة أكيد يعني عامة للجميع. أيوة بالضبط. عشان كي تقولي لي خلا تعالي بكرة شكلي ماشي. أيوة لازم أنت تكوني أول واحدة من الزوار. تقلتي لي من بداية الصباح صح هناك. أيوة. خلاص بتحصلي بعد البرنامج إن شاء الله. أنا موجودة بإذن الله تعالى. الخطوات القادمة لبرنامج نجم يا ترى إيش أهو إيناس؟ مثل ما قلت ليش نحن الحين كلنا موجودين في مسقط. نحن يعني عددنا عدد كبير ما يقارب 180 متدرب ما شاء الله. دفعة أولى خلصت منا ونحن الدفعة الثانية عددنا ما يقارب 60. فالكل بيرجع لمحافظته وفي مكاتب. أيوة. لهذه يعني برنامج نجم. ونشتغل نبدأ نشتغل على المشاريع. على فكرة أنا أحب دائما لما تكون يعني الفكرة يعني ما تنتهي لحد معين. بالضبط. يعني إيناس أحيانا بعض الأفكار اللي يقولش والله الفكرة مثلا ابتدت اليوم واللي زمن معين خلاص خلصت فترة التدريب خلاص خلصت الفكرة وخلص التدريب والأمور يلا مع السلام وغيره. ولكن في أفكار اللي هي تتبنى الموضوع نفسه. يعني أنا أتوقع من خلال برنامج نجم مش فقط راح يوقف مع إيناس ولا راح يوقف مع المتدربين الآخرين ولكن راح يكون مستمر وأيضا يعني راح يكون يعني موجود كذلك في المحافظات الثانية. طيب مع إذا عندك إجابة هذا السؤال إيناس أو لا ولكن بما أن بحكم الفترة الجاية راح تكون أنظار كلها إلى ظفار هل في خطة معينة كذا راسمينها في بالكم لمحافظة ظفار؟ يعني أكيد الفريق دائما يشتغل على هذه المشاريع خلال هذه الستة أشهر اشتغلنا يعني أنا من مسقط بس. أيوة. اشتغلت على محافظة ثانية. جميل. عشان يختبروا معلوماتنا. أنا بنت بلادي أكيد يعني لازم ضروري أعرف إيش اللي موجود في بلادي. فعلا. فكنا نقول من نتمنى هذه المشاريع يعني بعد هذا التدريب تدعم ونشتغل فيها ونسعى فيها أنها تتحقق. على فكرة على طار الموضوع يعني أن هذه الأفكار تتحقق أنا دائما أقول أن العماني وين ما حطيته راح يبدع ويعني أكيد. أتوقع من خلال جهودكم يعني راح نشوف نقلة نوعية في محافظات السلطنة. بالضبط إن شاء الله. يعني برنامج صراحة نجم يعني دعمنا كثير من جوانب مختلفة. يعني برنامج قوي صراحة. أحلي يسمع برنامج نجم برنامج نجم ما عارفين ترى هذا البرنامج لإيش بالضبط. هذا برنامج نجم
تابع لشركة مغامرات عمان التابع لشركة تنمية شركة السياحة للتنمية العمانية مجموعة عمران. مجموعة عمران بكل تأكيد، لأن أنا أعرف الحين حاليا يمكن في مستمع جالس يتساءل ترى، أو إنه بيروح بيدخل بعد ما يخلص يوصل بيدخل بيكتب برنامج نجم عشان يتعرف على هذا البرنامج. جهود جبارة أمانة من قبلكم إيناس، ونتمنى إن شاء الله إنه يعني هذا الحراك يكون دائما مستمر من قبلكم. إذا في إضافة ودش إن شاء الله نش تذكرينها اليوم معنا عبر الأثير، شيء ما ذكرنا أو ما قلنا فالكلمة معاش، إذا سبحان الله يعني غفلنا عن شيء معين. والله يعني ما قصرت صراحة، بس أتمنى من الجميع إن شاء الله بكرة يشرفنا في حضور فعاليتنا ودعمكم لنا في فعاليتنا. هذا أول مشروع لنا في مشوارنا العملي، ويعني ونجاح من نجاح عملنا ومشوارنا، فأكيد يعني الناس للناس في الأخير. فننتظر زيارتكم بكرة، لنا عندنا عدة فعاليات في مسابقات، يعني الكثير من الفعاليات من 10 الصباح إلى 7 المساء بإذن الله تعالى. جميل، يعني مش فقط مختص بالأكل ولكن في فعاليات، في فعاليات مسابقات مختص يعني متعلقة نفس الموضوع في مجال الأطعمة والمشروب يعني. خلاص طيب بإذن الله تعالى. شكرا للإناس الفرعية متدربة في برنامج نجم، كل التوفيق لك بإذن الله تعالى. شكرا لك وشكرا لاستضافتك. ولو واجب.